اللي كان جاي من المدرسه قالك هو جاي هو تابعني. ملي قطع الشنطه قال قطع معايا. قالك وصلت لحد القصب والشاطو قالك هو يشدني شدني وسد لي فمي ودخلني للقصب وتعدى عليا دار له حاله من الاغتصاب. والدري ملي بقى يبكي سد له فمه. جا عندي ولدي ما قال لي حتى حاجه ديك الساعه. جا طاح نعس رقد ما تغدى ما والو. جا طاح نعس حتى العشيه ملي ولا فيه الحريق قال لي امي هاكين هاكين. قلت شكون اللي دار لك هادشي؟ الدري خاف هدو بالجنو وبالقتل ما قال له ما بغاش يقول لي. نهار السبت مع الوحده ديال النهار جاي خارج من المدرسه هذاك النهار بديت والدراري سبقوه هو بحال يتلا من مور الدراري بقى جاي بوحدو يعني تازل بوحدو شدو راه ما يمكنش شي واحد يدير جريمه وعيشوفوه شي واحد ولا يدير شي حاجه راه ما يمكنش عيشوف ضروري عيكون بوحدو عيخاف على راسو ما يشوفو حتى واحد. نقول لكم اللي دار هذاك الشيء رمى هذاك الشيء داك الكواغط رماهم في الشاطئ فيه. انا فشلت ملي سمعت هذا الخبر هذا. انا المراه هي اللي كانت هنايا في الدار مقابله الوليدات هي كتقابل الدار وانا كنخرج نقلب لهم على طرف ديال الخبز باش نجيب باش نعيش ولادي ونقريهم. ملي وصلت هنايا خدمت انا في العشيه خرجت بديت نوصل حالتي كتعيط لي المراه قالت لي راه اش كاين اش وقع اش وقع اش وقع. قلت لها انا ما يمكنش هذا الشيء هذا. قلت لها الدري ربما يكون لا قالت لي راه هذا الشيء راه صحيح. قلت لها قالت لك انا دابا غادي نمشي نديكلاري عند الجدارميه. قلت لها صافي سيري انا غادي الليله رانا ما غنباتش في الخدمه راه الليله غنبات في الدار. صافي داك الشيء اللي وقع ليا انايا جيت للدار لهنايا الصباح مشيت لعند الجدارميه. مشيت لعند الجدارميه كندخل كنهضر معاهم في هذا الموضوع هذا. قال لك اودي حنا ما خصناش نشدو شي واحد اللي ما عنده حتى شي دليل. سيمانه وانا كنجري به ما بان لي لا حق لا باطل. كاع الدراري ولا الدوار ما بان لي حتى شي واحد فيهم. اللي كنقول له هذا بابا كيقول لي لا بابا ماشي هذا. هذا راه ما كاينش انا مره ما بانش. المهم داز شي سيمانه بحال مهكاك انا يا عاود صافي وليت ديكلاريت مشيت لعند الجدارميه قلت لهم ودي راني ما لقيتش راني جريت تعيس وما لقيت حتى حاجه. ملي ما بان لي حتى شي حاجه المراه عاود ثاني جات نهار الثلاثاء دات الدري معاها للسوق وعدات وقالت له هاكا بحال موكا هو دابا ما بقاش كيبغي يمشي للمدرسه. ملي ما بقاش كيبغي يمشي للمدرسه قالت له انا غنشري لك كسوه ديال المنتخب بحال موكا ديال المغرب كيشوف الاولاد كاع كيشاري داك الشيء. قالت له انا هو عنده القرايه وما بغاش يمشي للمدرسه. قالت له غنديك كنشري لك كسوه. ملي داتو للمدرسه شاف الدري عايشافو قال لها ماما هو هذا. المراه عاود ثاني بحال ما هكا بقات غاده كدور بقات غاده كدور وهي تابعه كتقابلو مع الوجه ديالها كتقول له شوف بابا شوف ماما ما تخافش واش هو هذاك ولا؟ قال لها هو هذاك. وصلت لحد الشاطو شدني دخلني الكسب بدا يدير لي مسح بي كاغد عاود لي تحت الشاطو مسح ميكا من غادي شادني هربت له مشيت ما قلتهاش ماما ما تغديت لا والو طحت رقدت من تاع العشية من مشيت عند جدارمية عاد لقيت لها كبير وداني القهوة بابا ما لقينيش من دادني ماما السوق ولقيناه قلت لها ماما راهو هو عايز القميجة بيضة انا ما بقيتش نمشي للمدرسه حيت هو مطلوغ راه يبقى يخرج لي في شي بلاصه وتلاقاني وعاود يدير لي وذبحني. جاو لعندي وامو قالت لي راهي على ولادي جاو رجاله قعدوا جلسوا من الخدمه وجاو رجاله راهي على وجههم. قلت له راه ولادك عادي اليوم جلسوا من الخدمه. انا راجلي راه 15 يوم هو قاعد من الخدمه 15 يوم. قال لي واحد خونا تنقص قال لي وطلبي كاش بغي حنا نبيعوا الشرف ديال ولادنا حرام علينا في الدين باش نبيعوا الشرف ديال ولادي. عبات عليلتي النهار اللي مشينا لعند المحكمة هذاك النهار دوزونا لعند الكوميسيريين تما كاين هذيك عشية قال لك في عشية تطلق في عشية قال لك أنا ما مشيتش نقرا. الطبيب قال لي هذا راه في حالة اغتصاب هذا راه صافي هذا راه 30 يوم راه مكتوبة تما راه شافوا راه تما كاين. قال لي هذا راه ماشي بشر هذا راه وحش. ديت هذيك الساعة ديكلاراسيون هذه الشهادة الطبية ديتها للجندارم ديتها للجندارم قالوا لي سير دابا قلب على الدري دور وقلب وابحث إلا كان شي حاجة البيرو ديالنا مفتوح في وجهكم. صافي ملي جيت قلبت تعيس ما بان لي حتى شي واحد حتى نهار ثلاثة. ملي شافتو المراه في السوق والدري شافو في السوق قال لها بابا ماما هي وهو هذا صافي هادشي اللي كاين. ملي وقعت له داكشي شدوه يومين. ملي جيو على دي هذيك الساعه غير يومين تشد. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.